تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. موسيماني يرفض رحيل جوكر النادي الاهلي ويرفض مغادرته للفريق ويطلب اعاره او الاستغناء عن خليفه ابو تريكه، والنادي الاهلي وامير توفيق يرحب ببن شرقي في النادي الاهلي. هنطلع على اول جزء وهنعرف مين جوكر النادي الاهلي ومين خليفه ابو تريكه اللي بيحب يلقب نفسه بهذا اللقب، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف الفقره الاولى والجزء الاول من الفيديو بتاعنا ونرجع نكمل مع بعض. يلا بينا. موسيماني يرفض فكره رحيل الجوكر ويرحب برحيل خليفه ابو تريكه. موسيماني لجنه التخطيط قالوا له احنا عندنا 6 عروض محليه لاستعاره عمار حمدي جوكر الفريق. ديفندر تلاقيه، 6 تلاقيه، مركز 8 تلاقيه، باك رايت تلاقيه، جناح تلاقيه، بلاي ميكر تلاقيه. قال لهم مين عمار؟ ده انا محتاجه. لا هو عشان ما لعبش النهارده بقى انا مش محتاجه. رفض الكل العروض الخارجيه وعروض الاعاره. اشكروا لنا حسام حسن وابراهيم حسن، واشكروا لنا احمد سامي، واشكروا لنا كابتن رضا شحاته، واشكروا لنا كابتن حلمي طولان، واشكروا لنا فيوتشر، عمار حمدي مش للاعاره انا محتاجه. ولكن ابو تريكه بقى، او كما يطلق يحلو الجميل الاهلي ان تطلق عليه، محمد محمود خليفه ابو تريكه، قال لهم على الرحب والسعه عيروه، طلعوه اعاره. عنده شويه مشاكل بدنيه، وانا مش عايز فنيات بس، انا اللعيب اللي علشان يبقى موجود يقدر يلعب او ينافس اللاعب اللي في مركزه. ومحمد محمود راجع من 3 سنين بالتمام والكمال، 37 شهر غياب لغايه دلوقتي ما لعبش فيهم مباراه اساسيه محمد محمود، فممكن يطلع اعاره من يناير لاخر الموسم، نشوفه يلعب له 10 ماتشات، 15 ماتش، 16 ماتش، ويجي اخر السنه يبقى واقف على رجليه. اهلا باعاره محمد محمود، وارفض اعاره عمار حمدي فرمان من موسيماني. حمدي نفسه يلعب ويشارك في النادي الاهلي، فقالوا لموسيماني لجنه التخطيط عرضت على موسيماني يطلع اعاره لمده موسم ويرجع اكثر جاهزيه، مع انه هو راجع جاهز وكل حاجه، ولكن موسيماني رفض رفض تام ان هو يفرط في عمار حمدي، وقال ان عمار حمدي ده ورقه رابحه ولاعب جوكر بالنسبه لي وممكن العبه في اي مكان وبيسد، ومش معنى ان هو ما لعبش النهارده يبقى مش هيلعب بكره. لا، موسيماني قرر ان هو عمار حمدي هيديله فرصه، ولكن في الان المناسب وفي التوقيت المناسب وحسب ظروف المباريات وحسب ظروف الفتره القادمه للنادي الاهلي. زي ما كلنا عارفين ان النادي الاهلي عنده تلاحم مواسم، عنده بطولات يعني كتيره، منها دوري ابطال افريقيا، سوبر افريقي، كاس مصر، والمنتخبات نفس الشيء، في لعيبه كتير رايحه المنتخبات. فموسيماني قرر استمرار الجوكر، وبعكس ما كل المواقع بتحكي ان موسيماني مش عايزه، خرج من حساباته، ولكن موسيماني قرر التمسك بيه وعدم التفريط فيه، ولكن قال للجنه التخطيط انا بديكم الضوء الاخضر عشان خليفه ابو تريكه يعني يطلع بره النادي الاهلي، وطبعا علشان راجع من اصابه 36 شهر، 3 سنين يعني كفيله ان هي تخلي اي واحد يقعد في بيتهم. كل ده ممكن يعني ياثر عليه، ان هو عدم احتكاكه، عدم تواجده، يعني في يعني بعض الانديه بتبقى مثلا بتبقى فتحه خير وفال خير على لعيبه، وفي انديه ثانيه ممكن اللاعب يجيها لا قدر الله انه بيصاب، زي ما النادي الاهلي حصل له ان اللاعب مصاب في اصابه في اصابه في اصابه. فان شاء الله الفتره اللي جايه لو خرج اعاره ان شاء الله يعني يرجع اكثر قوه ويرجع يملى مركزه، وان شاء الله يكون اضافه للنادي الاهلي. هنيجي بقى لبن شرقي وحقيقه توقيعه للنادي الاهلي وترحيب النادي الاهلي ببن شرقي. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف مصدر الخبر والكلام اللي اتقال على بن شرقي، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا. انا شايفه في ده خرج خلاص من اهتمامات جمهور الزمالك او جمهور النادي الاهلي. في نفس الوقت قال امير توفيق تصريح انا شايفه في غايه
الاهميه والخطوره. قال لك ايه؟ قال لك احنا بنلتزم بالقانون واللوائح، قايل ولا مانع من التفاوض مع اي لاعب حر. يعني شفت الجمله دي مهمه جدا، ما تعديش كده. احنا بنلتزم بالقانون واللوائح ولا مانع من التفاوض مع اي لاعب حر. مين اللي اي لاعب حر ممكن الاهلي يفكر فيه وبيلتزم برضه بالقانون واللوائح؟ قول انت بقى. اكيد مش عمر كمال عبد الواحد، اكيد مش حسين فيصل، يا مش هيبقى الموضوع مستدعي. اكيد مين بقى؟ اشرف بن شرقي. لان اشرف بن شرقي بينتهي عقده مع الزمالك بنهايه هذا الموسم، وفي يناير القادم يصبح من حق اللاعب التوقيع لاي نادي اخر زيه، مع فرق التشبيه وانا اسف، يعني زي امبابي. مش اللي بيحب يقولوا امبابي، احنا بنقول امبابي يا عم، احنا بنبابا زي بتوع امبابا يعني امبابي. فامبابي اللي هو بتاع باريس سان جيرمان برضه في شهر يناير هيبقى حر، ويستطيع ريال مدريد انه يمضي معاه. برضه اشرف بن شرقي في يناير هيبقى حر، ويستطيع النادي الاهلي ان هو يوقع ويمضي معاه وفق التزام الاهلي اللي اعلنه امبارح امير توفيق بالقانون وباللوائح، ولا مانع من التفاوض مع اي لاعب حر. نقطه بقى، وخلينا نشوف الفتره الجايه ممكن يحصل ايه في الكلام ده. امير برضه لعب وقال لك ماشي كويس جدا ومستوعب الحكايه ملتزم في التدريبات ومتقبل قرارات موسيماني، وقال هيبقى ليه تاثير مع الفريق ايجابي وهياخد فرصته في الفتره الجايه في ظل ضغط المباريات المتوقع للنادي الاهلي مع توالي البطولات. الاهلي عنده دوري موجود، عنده بعد كده كاس الرابطه، هيبقى عنده دوري ابطال افريقيا، عنده كاس العالم للانديه، عنده السوبر الافريقي، بطولات كتيره جدا، وكاس مصر، كل دي بطولات كتيره جدا بيشارك فيها النادي الاهلي. لما اتسال عن اليو ديانج، ودي مساله مهمه جدا، رد امير توفيق وقال ان اليو لاعب مهم جدا للنادي الاهلي ومكمل معانا الا لو جاله عرض مغري لا يرفض. بعيد قال ان امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي لمح وقال ان هو بيرحب ان اي لاعب حر النادي الاهلي ممكن يتفاوض معاه، وبالفعل بن شرقي قلتها قبل كده وبكررها وهكررها، بعت مندوب ليه مش وكيله، والوكيل بعت مندوب او وسيط للنادي الاهلي قال لهم ايه رايكم يا جماعه، بن شرقي عايز يكون موجود في النادي الاهلي وبتيشيرت النادي الاهلي. قالوا له عندنا ثلاث شروط عشان بن شرقي يوقع للنادي الاهلي. اول حاجه فتره المفاوضات او التوقيت المفاوضات يكون اللاعب فري وحر ومش على قيد نادي الزمالك، ده اول حاجه. تاني حاجه ان اللاعب له سقف معين، سقف معين للفلوس او للرواتب عندنا او للتعاقدات عندنا، مش هياخد اكتر من علي معلول. وتالت شرط ان هو ما يلقيش بورقه النادي الاهلي ويلوح بيها للانديه اللي ممكن نتفاوض معاها، والموضوع ده ما يحصلش عشان النادي الاهلي ما يدخلش في ان هو تفاوض مع لاعب في الفتره الغير مسموح بيها او الفتره اللي اللاعب مش فري. والوسيط بتاعه قال له احنا موافقين على كل الطلبات، فقال له لما يخلص نفسه من نادي الزمالك بعد كده نقعد ونتفاوض ونتكلم. فاللاعب هو اللي عرض نفسه على النادي الاهلي، من الجايز ان امير توفيق يتفاوض معاه، من الوارد ان النادي الاهلي يتعاقد مع بن شرقي، ومن الوارد برضه لا. فكل ده هنشوفه الفتره اللي جايه. خلاص يناير على الابواب، ويا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو، ولو اول مره تشوفني تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي. السلام عليكم.